مدرسة تعليم فنون السينما والتلفزيون عن بعد بتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، مدرسة تتوفر فيها الفرصة لمحبي السينما لتعلم فنونها أونلاين. مع تطور نشاط هذه المدرسة في السنوات الأخيرة اتحولت لمدرسة عالمية بيشارك فيها عدد كبير جدا من محبي السينما والدراما من متحدثي اللغة العربية في كل أنحاء العالم. المشروع ده يا جماعة هو مشروع مهم، هنناقش تفاصيله دلوقتي مع ضيفتنا اللي منورانا في استوديو صباح الخير يا مصر، الدكتورة منى الصبان، الأستاذ بالمعهد العالي للسينما ومستشار رئيس أكاديمية الفنون للتعليم عن بعد. أهلا بك يا دكتورة منورة. أهلا بك. أهلا بك. عرفينا على تفاصيل هذه المدرسة. أيوة، يعني مدرسة تبع أكاديمية الفنون فعلا زي ما أنت بتقول. أيوة. إزاي ندرس أونلاين وإزاي يكون السينما والدراما يعني ليهم منهج خاص للتعليم عن بعد؟ تفضلي. أيوة. والحقيقة أنا كنت ابتديت المشروع ده، قدمته للسيد الوزير فاروق حسني في ديسمبر 99. شوف بقى من امتى، ما كانش في حاجة اسمها تعليم عن بعد في مصر خالص، ولا حد يعرفه أصلا. فكلهم بقى إيه هتعلمي إزاي، هتعملي إيه؟ قلت لهم آه هعلم. والطلبة نفسهم كانوا بيقولوا لي حضرتك متخيلة ان احنا هنفهم حاجة وانت مش واقفة قدامنا؟ قلت لهم اه هتفهموا. فعلشان كده انا بشرح كل حاجة، انا بدرس سيناريو اخراج وتصوير ومونتاج وصوت، كل حاجة بتتشرح بالمالتي ميديا اللي هي العناصر المتعددة اللي هي الصورة الثابتة، الصورة المتحركة، الصوت، النص المكتوب، رسومات الكمبيوتر، كل حاجة مشروحة بالطريقة دي. فالحقيقة الطلبة المناهج موجودة بيذاكروها كله أونلاين، وبيمتحنوا معايا أونلاين، وبيعملوا مشروع التخرج أونلاين. يعني يا أستاذة منى، أفهم من حضرتك أنه يعني الإخراج والمونتاج تحديداً المفروض بيبقى فيهم جزء فعلاً عملي، ده بيكون عن طريق graduation project أو مشروع التخرج، صح كده؟ ليكي حق. بص، أنت عشان تدرسي فن في جزئين، جزء هو الحرفة أو الكرافت، والجزء اللي هو التكنيك أو الحرفية. إذا ما عرفتيش الحرفة اللي هي أنا اللي هي بيطلق عليها اللغة السينمائية، إذا ما عرفتيش اللغة السينمائية يبقى أنت بتشتغلي مثلا على الأدوبي بريمير أو الفاينل كات أو الكاميرا كده، دي حرفية، يعني مش عايزه اقول لك يعني مش فنان، مفيش فيها ابداع، مفيش خالص. يعني انا كنت بدرس لولد بيشتغل مونتاج مصري، وامتحن وخد الشهاده وذاكر وكده، فلما رحت عضو لجنه التحكيم في المهرجان هناك الدولي بتاعهم، قال لي يا دكتوره انا ما كنت بحط لقطه جنب التانيه قبل ما ادرس، كنت بقول يا رب تيجي في عينه، لان انا مش فاهم انا بختار دي ليه ودي ليه. بس انا بعد ما ذاكرت وعرفت، لا انا دلوقتي بختار اللقطه اللي تركب على اللقطه الثانيه، بختار الترانزيشنز اللي بينها، بوقت الترانزيشن، اصل التوقيت الترانزيشن ده له معنى طبعا. فانا بقصد انه اذا الواحد ما درسش اللغه، لان هي دي اللغه اللي انت بتتكلم بيها مع المتفرج. طب التفاعل موجود؟ لا، انا يعني بس عايز احكي لك انه في فيلم الزوجه الثانيه، ها، الجزء الاولاني كله من اول العمده لما عرف، من الاول لغايه ما عرف العمده ان الولد اللي سعاد حامل اسمها ايه دي فاطمه حامل فيه انه مش ابنه، كل معظم لقطاته كانت لو انجل عشان تبينه مسيطر عظيم. معظمها اول ما عرف ان هي حامل مش في ابنه، ابتدت اللقطات تبقى هاي انجل عشان يعرفوا انه بقى فاشل وانه ضعيف وانه انه الزوايا نفسها او ان الفن نفسه ليه لغه بيبرز كمان الفيلم او العمل الفني عايز يوصله. بالظبط بالظبط، هو كده بالظبط، هي دي لغه بيتكلم بيها المخرج مع المتفرج. فاذا ما كنتش دارس اللغه هيبقى مش فنان خالص، هيبقى
يقدر الحرفيه يعملها ويسوي ويمكن يضرب على الزراير احسن مني وحاجات كده، لكن مش فنان. واللغه دي يعني انا برضو عارف ان الاونلاين ممكن يبقى فيه مناهج عباره عن فيديوهات ثابته، يعني هي كده كده موجوده وحضرتك بتخش تتفرج عليها وتخلصها وبعد كده تمتحن. طب التفاعل بيجي امتى؟ امتى يتفاعل استاذ معلم؟ في مشروع تخرج. ايوه مشروع تخرج، يعني انا بنت جزائريه بتدرس معايا، اولا انا عندي طلبه من جميع محافظات مصر، من جميع الدول العربيه، من عرب او مصريين، من امريكا وانجلترا وفرنسا والسويد والمانيا والمكسيك والنمسا، عندي طلبه من جميع انحاء العالم تقريبا يعني بيدرسوا لانه كله اونلاين. فبنت جزائريه بتدرس معايا سافرت الاكوادور عملت مشروع التخرج بتاعها جنب بركان خامد هناك، وانا كنت معاها على طول بالفيديو على طول، ولما جت تعمل مونتاج لا شيلي هنا حطي هنا، لا الموسيقى دي مش حلوه، لا أمين، واخد بالك؟ لان انا مشرفه على جميع افلام التخرج. طيب دكتوره منى، يعني هل اللي بيدرس، انا عايزه اقول حاجه حصلت امبارح ولا اول امبارح مهمه جدا، وهي ان السيده الدكتوره نيفين الكيلاني وزيره الثقافه والدكتوره غاده الجباره رئيسه الاكاديميه وافقوا لي على ان افلام القصيره مش بس الطلبه بتوعي، اي طلبه بيعملوا افلام ممكن هيعرضوهم في سينما الشعب قبل الفيلم الطويل يتفرج عليه الجمهور. هايل. لان احنا كل افلامنا يا بتتعرض في ندوات ضيقه، صحيح، يا في المهرجانات، صحيح، حيث ما حدش يشوفهم. فانا فضلت ورا الموضوع ده الحقيقه لغايه لما الدكتوره نيفين والدكتوره غاده وافقوا لي على الموضوع ده، مش بس سينما الشعب، الدكتوره نيفين وعدتني كمان انه هيتعرضوا قبل اي فيلم بيتعرض في الدار العرض السينمائي العادي يعني. هي الفكره هايله الحقيقه، انا شايفه انجاز كبير، يعني خطوة الحقيقة صحيح. رائعة. صحيح. طيب دكتور، خليني أرجع مع حضرتك مرة تانية للمدرسة العربية للسينما والتلفزيون عن بعد. فكرة التفاعل هي مهمة، يعني عشان طالب يقدر يعمل حتى graduation project أو مشروع التخرج لازم يكون عنده مبادئ أصلا عشان يقدر ينفذ هذا المشروع بطريقة احترافية ويطبق الجزء الأكاديمي. سؤالي لحضرتك يا فندم، هل اللي بيدرس في هذه المدرسة خاصة الأونلاين هل لازم يكون عنده خبره سابقه في ليها علاقه بالفن، بالاخراج، بالسينما؟ لا، باي شكل عنده مشكلة؟ شغف. ما عندوش خبره خالص. يعني انا معظم الطلبه بتوعي دكاتره، محامين، محاسبين، مهندسين، صيادله، عندي كميه صيادله لا تتخيل. اشمعنى يعني؟ ما اعرفش، لدرجه ان انا اخر واحد هم بيبقوا فنانين. احنا لازم نعمل بروتوكول تعاون بين كليه الصيدله ومدرسه السينما. لا انا عرفت ان بيتر ميمي اتخرج من عندكم حقيقي. بالظبط، بيتر ميمي اتخرج من عندنا. هم في الثانويه العامه جابوا مجموع كبير قوي. فراح لهم لمامته وباباه وعايز يدخل معهد السينما، يا لهوي معهد السينما وتبقى جايب المجموع ده وتخش معهد السينما، فخش الطب وبعدين ابقى اعمل اللي انت عايزه. بيخش الطب وخلاص ويدخل كده يبحث عن شغفه بقى. فدلوقتي المدرسه جات له لغايه مكتبه، لغايه بيته، لغايه عيادته، واخد بالك؟ لانه المناهج محطوطه 24 ساعه في اليوم، 7 ايام. طب لو بيتر ميمي متخرج من عندكم، ده نموذج مشرف، انا عارف انه كان طبيب اصلا برضه، او كان درس طب ولا صيدله حاجه كده. لا يعني طبيب بشري. طبيب بشري. طب ده في نماذج يعني هايله، يعني بيتر ميمي، الدكتور بيتر ميمي حاجه عظيمه. أيوة يعني حاجه. أيوة. في 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 اسماء تانية اتخرجت من عندكم قدرت ان هي يعني تظهر بسرعه في سوق السينما او التلفزيون؟ والله احنا لسه الموضوع الامتحانات الاونلاين دي مش كتير قوي، لكن طلبة دلوقتي ابتدوا بعد مشروع التخرج ابتدوا يدخلوا في الموضوع نفسه، يصوروا افلام ويمنتجوها وحاجات ويفرجوهاني برضو واقول له لا ده غلط، لا ده حلو، يعني واخد بالك؟ ففي ناس كتير بيعملوا افلام غير افلام التخرج يعني، ابتدوا يشتغلوا يعني. دكتور ايه ان شاء الله هيبانوا في السوق. مفيش اسم يعني، اسماء تانية برضه؟ لا لسه لسه. ما فيش. او ابرزهم هو انا عملت البتاع دي علشان
شباب المحافظات اللي ما يقدروش ينزلوا القاهرة يتعلموا سينما. هو دي أهم حاجة. فالحقيقة رحت لهم لغاية بيتهم، لدرجة إن في واحد كان بيمتحن من الشارع عشان يلقط الإنترنت. واحد كان مسافر أمريكا كان بيمتحن من المطار وهو في المطار. أنا قصدي الناس دي بتجري ورايا عشان حابين. صحيح. مش زي أي طالب عادي يعني. صحيح. واخد بالك؟ هو اللي عايز مش أنا اللي عايز، أو أنا عايزاهم لكن هو هما يعني زي ما حضرتك قلتي الشغف او بيجروا ورا حلمهم يعني. طب دكتور ايه الفرق ما بين مدرسه السينما والتلفزيون عن بعد ومعهد العالي للسينما؟ لا، المعهد العالي للسينما ده ما حدش يتكلم عنه، ده احد اهم معهد سينما في الشرق الاوسط. صحيح. بس هو للاسف بيدرس، يعني من وجهه نظري بيدرس تخصص واحد بس كل طالب. يعني بتوع المونتاج يدخلوا سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة مونتاج فقط، إنما إحنا بندرس سيناريو إخراج وتصوير ومونتاج وصوت، لأن أنا مؤمنة جدا بأن أنا بعمل فيلم ميكر، صانع فيلم. صانع فيلم. المخرج إذا ما كانش عارف السيناريو بيتكتب إزاي والتصوير بيحصل فيه إيه والمونتاج والصوت، هيبقى مخرج فاشل رأيي يعني، مش هيبقى درجة أولى يعني. فأنا المخرج عندي بيطلع فاهم الخمس عناصر اللي بيتكون منها الفيلم عشان تعمل فيلم يعني. طيب دكتور أخيرا، لأن للأسف وقتنا انتهى، الحابب يلتحق بهذه المدرسة، مدرسة تعليم فنون السينما والتلفزيون عن بعد، يقدر يلتحق بيها إزاي؟ هو بس يكتب لي على الواتساب 0122 7 4 3 7 3، وانا هبعت له كل المعلومات. ممكن نعيد الرقم مره ثانيه؟ 0122 7 4 3 7 3 1 3. طب اونلاين يخش عليها ويسيرش على ايه؟ على اسم المدرسه، المدرسه العربيه للسينما والتلفزيون www.arabfilmtvschool.edu.eg. على فكره انا واخده .edu.eg من المجلس الاعلى للجامعات. صحيح. عشان الناس تعرف ان انا من مصر، مش من دبي ولا مش عارف منين ولا منين، ان الفكره مصريه 100%. فده طبعا مجلس الاعلى للجامعات هو اللي اداني الدومين ده يعني. هنشكر حضرتك طبعا على وجودك معانا ونورتينا، وبحييك الحقيقه على هذه الفكره. يعني احنا سعداء بوجودك معانا طبعا، دكتوره منى الصبان الاستاذ بالمعهد العالي للسينما ومستشار رئيس اكاديميه الفنون للتعليم عن بعد، نورتينا. شكرا جزيلا. انا اللي بشكركم جدا، نورتينا وشرفتينا.